السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج نادية للطبخ والحلويات. اليوم غنوريكم كيفية تحضير العسل. غنحتاج قالب ديال السكر، حامضة، اترو ديال الماء. غندير هاد المكونات كاملة في الكوكوط ونخلي حتى السكر ديالنا يدوب ونسد عليه. منين تصفر الكوكوط نحسب ليه مدة ثلث ساعة، ومن بعد نحل عليه وغنلقاو العسل ديالنا جاهز. كما كتشاهدوا معنا السكر ديالنا ها هو بدا يذوب، حتى كيذوب كامل عاد كنسدو عليه. ثم الشكل النهائي ديال العسل ديالنا كيف ما كتشاهدوا معنا. اللي بغى يخلي على هذا اللون يخليه، اللي بغى يدير هذا اللون الغامق شويه كيزيدوا شويه في الطياب. كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم. إلى اللقاء، إلى فرصة ثانية إن شاء الله.